فأنا جوزت على كبر، ليه ما جبت ولد؟ إنه ليه ما هيدا؟ سعيت بس حسيت إنه ما عم تزبط. ضلينا أنا وباسم للآخر. فهيدا أول ديت كان. شاب؟ ليه؟ ضربت كف. أنتي تجمعك علاقة بزوجك علاقة نقدر نقول غير سائدة، تزوجتوا عن حب وقررتوا تتزوجوا، وأنتي كمان ما تزوجتي في عمر صغير. فهل نقدر نقول إنك أنتي ما كنت لاقي الحب في حياتك قبل، أو وما كنت بتفكري بالزواج إلا ما قابلتي باسم، أو ما لقيتي الحب قبل؟ قبل لا، كان عندي هيك دق قلبي. دق قلبك بس ما زبط. مرتين ثلاثة يمكن بحياتي قبل الزواج. أنا دائما أقول إنه يو لاف أجين أند أجين أند أجين. إيه أي بليف. لأنه المشاعر على طول بتتغير. قلب اسمه متقلب. بتتطور وبتتغير، الإنسان ما بيوقف أحاسيس يعني. فجوزت إيه، ما كنت أنا حاطة براسي إنه ممكن أتجوز، وهي الفكرة كتير بعيدة، لا ما كنت مخطط أطلع. بس لما التقيت بباسم وشفنا قدين إحنا قراب وحبينا بعض، قررنا نضل مع بعض. هيدا هيك بكل بساطة. ما وهو كمان يعني ما كان مع الفكرة، يعني ما مثلي بفكر نفس الشيء، لهيك قررنا نعمل هالخطوة وإنه نضل مع بعض، بس نشارك حياتنا مع بعض ونحافظ على الأشياء يلي خلتنا نحب بعضنا فيها، نحافظ عليها بعد الزواج. يعني ما نكون كلاسيكيين، نحن أصلاً منا كلاسيكيين وتقليديين بهذا الموضوع. وهذا اللي منجحنا سو فار يعني. منتو كلاسيكي. إيه منا كلاسيكيين. وأنت الإنسان اللي متزوجة، خلينا نقول في عمر ناضج نوعاً ما. نوعا ما بعد ما كتير نضجت. لا 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 أنا القصة عشان ما كبرك نوعا ما حلوة هذه. وشلون تفرق تجربتك أنت الآن اللي تزوجتي، خلينا نقول بعمر ما هو بكير؟ لا ما هو بكير، تزوجت عمري صغير 44 بالضبط. هذا هو اللي أنا أقصد. هي ابتدت أهو ابتدت أهو بسطتي. شلون فرق نظرتك للزواج، اختيارك للزوج، ووضعك لمؤسسة الزواج ونظرتك لها، عن اللي قاعد تشوفين من تجارب غيرك من الناس اللي تزوجوا وهم في عمر أصغر؟ كثير بتفرق يعني. هلا أكيد في كثير يعني علاقات الحب تنتهي بزواج، بس بيكونوا قبل يعني مفكرين إنه مؤسسة الزواج يعني شيء سهل. منا شغلة سهلة يعني، هو مشروع فعلا، مشروع وبيكتمل بوجود الأولاد أكيد كمان. فأنا جوزت على كبر مثل ما قلت أنه أنا كنت حابة يكون موجودة مع هذا الشخص. أوكي، بس أنا مش يعني أنه أنا لما كنت صغيرة ما كنت بحب أنه أتجوز مثلا على عمر أصغر، ما جا النصيب، ما صار نصيب. بس أنا كنت بحب أسس عائلة يكون فيها 3-4 أولاد حتى. بيقولوا لي ما تجوزتي، ليه ما جبتي ولد؟ أنه ليه ما هيدا؟ سعيت بس حسيت أنه ما عم تزبط، وما بدي انا اكون ام لولد، بحب ان يكون انه بس حقق امومتي وهيدي الانانيه تبعيتي الغريزه، انه لانه جيب ولد واحد ليه؟ انه ليه؟ اذا بدي اعطيه كل عمري وكل حياتي واعطيه كل الاهتمام مثل ما لازم، لانه مش هين انه هيك بس لنجبنا ولد بس لنرضي نحن غريزتنا البشريه. لا، انا بحب مشروع الاولاد الكتار، لهيك قلت يا 4 يا انه ماشي بحياتي كانت ما تجوزت. فلما تجوزت اتفقنا انا وباسا مع هذا الموضوع. فغير كابلز ما بعرف، بكون يعني هدفهم من الزواج شيء، ممكن يحبطوا باشياء ثانيه، مش هي امال كثير، امال كثير. انا يعني في كلمه رنت في ودني، جواز غير كلاسيكي. يعني انا كلاسيكي دي عارفاها في الاغاني، انا بسمعها في اغاني كلاسيكيه وفي افلام كلاسيكيه، ما سمعتش عن جواز كلاسيكي ده ابدا في حياتي. إيه؟ يعني ايه يعني نص الناس. يعني ايه جواز غير كلاسيكي؟ يعني كانه لا، اديني شويه تفاصيل معلش. شو بتحب لو ممكن؟ اي احنا انا فضول، تحب تشبع فضول هالشيء. اصل دي مش حاجه تقليديه، انا بقالي 14 سنه يمكن استفيد، ممكن احول جوازي يعني اول شيء باسم هو اصلا فنان كمان وانا فنانه، فعنا امزجتنا الخاصه. يعني اذا قمنا مثلا الصبح، يعني ما انه ماشيين باي ذا بوك انه هيك لازم نعمل وهيك، لا في مارجن حريه ناضجه
كل حدا بيعطيها للثاني. عندنا هوايات مجنونة شوي، نحن بنركب هارلي ديفيدسون موتو، فأنا صرت حب إني أتعلم موتو. يعني كيف بدي أقول لك، منا كلاسيكيين إنه أنا لازم هيك وجبات أعمل هيك وروح هيك وقول هيك وأعمل، لا لا لا، يعني يعني مش تقليديين، أنا تقليديين بالجميع، من رجال ومرته يعني. خارج عن المألوف، مش رجال ومرته. بنتي مش بتغيري برضو في كده شوية؟ بتصدق بغار، مش بغار من أشياء تافهة أوقات. دي طيب بدنا شوية تفاصيل. يعني مثلا هو بيعشق عالم الموتور سايكلز، أوكي، وعنده هارلي ديفيدسون اثنين، وفي عنده واحد، في وحدة لإلي أنا وياه، وفي وحدة مو سنجل لإله بس. فهيدي السنجل عنده عند بيهتم فيها شكل مفرط وخاص، بيجي وبغسلها وبلمعها وبشيل الغبرة وبيقعد ثلاث ساعات. فأنا بيجي منيح، ما قلت لي بصباح، وما قلت لي ما شربت قهوة معي، ما أنا قاعدة عم بشرب قهوة فوق لحالي، وبكون حاطط الناس كافية تحت عم بغسل الموتو، بدلعها بقول لي وين عم بتغاري من الموتو؟ بقول له من الموتو عم غار. إيه ترى ذكرتيني فريرتنا هيك. لا هلا عم نمزح يعني، بس انه بالعكس هذه مو مزحه، تصير ايه بتصير يعني. شوفي هذه الغيره حلوه احيانا، حتى احيانا تغاري من وقته معاها. ايه زي ما في ناس يقولوا انه الغيره دليل على الحب، وفي ناس يقولوا انه انعدام الغيره هي دليل انه ما في امن وامان واستقرار في العلاقه. ايش رايك في هذا الموضوع؟ فيها شيء منه، فيها قلة ثقة بمحل من المحلات. أنا شفت لك فيديو من الأول اتخضيت، لقيتك بتتخانقي مع واحدة في مطعم. إيه، في ضرب حصل وكده، بس في الآخر طلع إنه ده كان مش حقيقي، تمثيلية. تمثيلية. إيه؟ بس حصل فعلاً في الحقيقة حاجة مشابهة لي؟ لا أبداً أبداً. أو مثلاً مرة اتحطيتي في موقف ولقيتي ناس فجأة بتطلع تليفونات؟ لا. هلأ صار شغلي أنا وكنت صغيرة، في مرة ضربت حدا كف. إيه إن بابليك بليس. شاب ليه ضربت كف؟ ليه؟ لأنه حكي كلام عني ما حلو ما بعرفه، فبس بس شفته بمحل قالوا لي هيدا هو، رحت لعنده ضربت كف. حلو حلو، هيدي المرة الوحيدة ما بنسيها برو بحياتي، عاملة هيك أكيد بتشفي. عمل حاجة كارثة. أكيد قال حاجة كارثة عشان تعملي كده. ينفع تقولي؟ إنه بيعرفني وما بعرف شو وهيك يعني، وأنا ما بعرفه يعني. طيب دلوقتي بيداري الأمور، بيكبر عقله، يعني الحياة الزوجية بتغير بالتو بارتنرز. طيب أول ديت رحتوا أنت وجوزك مع بعض، كان رومانتك ديت؟ أول، لا أول واحد ما كان رومانتك، نحن تعرفنا، لقلك شو، نحن تعرفنا على بعض من بعدها، رحنا على، يعني رح أقول كانت ذكرى منا حلوة الحقيقة. وقت اللي تعرفت على باسم وصار ناس تعرفها، هي وقت اللي توفى الممثل الزميل عصام بريدي، فتعرفت عليه بالذكرى لغيابه، كان له 12 يوم متوفي. فمن بعدها رحنا على المطعم كلنا جروب ممثلين، لا يعني هيك مع بعض بس لحتى نحكي عن عصام وهيك، فضلينا انا وباسم للاخر. فهيدا اول ديت كان. شوفي كيف يعني بمناسبه حزينه كفت معنا للاخر، لضلينا تاخرنا كثير لفلينا من المطعم انا وياه. فهيدي كانت اول مره.